إلهي من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجاهد في الله حق الجهاد حتى آتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين وتابعيه وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحياة ألم يخفيه أمل، وأمل يحققه عمل، وعمل يفنيه أجل، وبعد ذلك يجزى كل امرئ بما فعل. هذه مسيرة الإنسان في هذا الوجود. الحياة ألم، الحياة دار ابتلاء، الحياة دار اختبار. قد يكون الألم وباء، قد يكون الألم مرضا يصيب الفرد أو يصيب الجماعات، قد يكون الألم خسارة في مجال من المجالات، مجال التجاري، مجال الاستثماري، في المجال الأسري، في المجال الاجتماعي، في جميع المجالات. قد يكون الألم تعديا وتحديا من ألوان العدوان التي تطال الإنسان أو تطال الأسر أو تطال الأمم، في مجال الإيمان، في إيمانها، في عقيدتها. قد يكون هذا الألم كما قلنا يصيب الأمة في دينها، في عقيدتها، في أخلاقها، في اجتماعها، في اقتصادها. إذن الحياة ألم. ثم يأتي الأمل. لا بد علينا جميعا من احتواء هذا الألم بالأمل، لأن الله عز وجل غرس في قلوبنا الأمل. وأستحضر من قصة يوسف، سيدنا يعقوب اجتمعت لديه عوامل اليأس، فقد يوسف، وجاءه الخبر من أبنائه، من إخوة يوسف، أن يوسف قد أكله الذيب. إذن فلا أمل في الاجتماع بين يوسف ووالديه وأسرته، ولكن مع ذلك يعلمنا الله عز وجل في آي القرآن كيف يكون لدينا الأمل حينما نستقبل الألم. جمع أولاده فقال لهم كما يحكي القرآن: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إذن فالأمل لابد أن يكون مزروعا في قلوبنا، مغروسا في عقولنا، لأن الأمل هو الذي يدفعنا إلى العمل. لذلك قال ربنا عز وجل في سورة التوبة في الآية 105: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم. ح
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الحياة إذن ألم يخفيه أمل، وأمل يحققه عمل، ثم يأتي الأجل. فلكل بداية نهاية. آجالنا معلومة عند خالقنا، وهو الذي قال في آي القرآن: وإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. وقال في آية أخرى: ولكل أجل كتاب. فإننا سنلقى الله حتما، والإيمان بالآخرة لا يعطل الدنيا بل يهذبها. الذي يستحضر الآخرة سيحذر الزاد الذي يجده ينتظره عند رب العزة، كما نقرأ في أواخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأنبأنا الله عز وجل بأننا سنلاقي الله عز وجل يوم القيامة، وسنحاسب يوم القيامة فردا فردا، كما كان في الدنيا يرزقنا فردا فردا، مصداقا لقوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم احفظ بلادنا الجزائر من كل مصيبة وأذى، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع وباء كورونا عن البشرية قاطبة. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تغير حالتنا إلى أحسن حال. اللهم غير حالنا إلى أحسن حال. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان، فأعنا على طاعتك. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.